طبيعة الفل النيسي الكل كأس تونس الدوري الثاني اليوم الجمعة 22 مارس بملعب قبيلي واحد قبيلي تستقبل النجبرية دي الساحلي. التشكيلة المحتملة للنجم كان ايتي رامي الجيبسي زياد بغطاس سدين بن عزيزة غفران النويلي صالح الحرابي محمد الحاج محمود صالح الغدميسي واضح الزين إيهاب المساكني فراس بالعربي ويوسري حمزة. بالتوفيق للنجم الرياضي الساحلي. ما تنسى جيم على الفيديو أبوني عشان يوتيوب. أنا